اوكي عندنا السبب ليش بدي اعمل هذا الفيديو لانه عندنا اكثر من مره عن طلاب عم بيجونا انه البيشنت عم بتحسس اثناء البريبريشن واكتشفنا انه الاي دي لوكيشن مش صحيح بس عشان نراجع الاي دي اللي بصير مع الطلبه بتحسسه وين الريمس اللي قدام وبيشوفوا قدامه وبيضربوا هي اعطت الطالبه هون الانستيزا اوكي بس مش هاي الطريقه اللي احنا نعطيها انا بدخل اصبعي لحد ما اوصل الرافي شايفين الرافي هاي البيضه بدخل اصبعي لحد ما اوصلها واحس هالعضله بعدين بسحب ايدي سنتي بس سنتي من الرافي هاي الرافي هاي سحبت ايدي بنص المسافه ابر ولور باظفري نص المسافه بلمس التشو هاي المكان اللي بدي اعطيه اللي انت اعطيتيه هون شوفي قديش قدام ولو فاذا انستيزا اذا ما انعطت صح عشان هيك المرضى بيشكوا انه في لمعه اثناء الشغل في احساس بالالم زي لمعه الكهرباء اللي انت حسيتيه على فكره ترى الماتيريال ما برجع مرات يسالون الطلاب دكتوره طب ما هو المريض بقول لي لساني نمل انت لسانك نمل او شفتك نملت انت باكسينيتر بلشتي تعملي لها انستيزيا لما رحتي بهذا المكان اوكي النيرف اللي طالع جهه الباكسينيتر لا انا ما بدي بعدين كمان شغله الماتيريال تاعنا ديفيوزبل في السوفت تيشو فممكن توصلها بس احنا بنعرف السنسوري نيرفز هم على وجه البندل فانت عملت انستيزيا للوجه بتاع البندل من خلال الديفيوجن وليس النيرف اللي انا بدي اياه اللي بيعمل البين الاي دي نيرف اكزاكتلي لانه احنا بندلز بيمشوا النيرف صح فبالتالي ممكن اكون عملت انستيزيا لبعض البندلز وليس الشيء الاساسي اللي بدي اياه فمره ثانيه هاي الرافي هاي المريضه مش عارفه تفتح تمها بس احنا عاده بندخل ايس اصبعنا هون بس هي مش قادره فبدي ادخل بس الاندكس تاعي هاي الاندكس لمست الرافي هاي الرافي شوف وين بدي احط البروب هاي الرافي المنطقه البيضاء هاي اوكي بسحب اصبعي سنتي للخلف وبنص المسافه من فوق لتحت بحط النيدل وباتجاه البون طبعا بدي اكون جاي بالنيدل بهذا الاتجاه برضو من الاخطاء اللي بشوفها بالطلبه انه جايبين النيدل بهذا الاتجاه هذا الاتجاه وين بروح بتصير تسحل النيدل انا بدي تو فيس بون الريمس فلات وهذا اتجاه الريمس تاعي فبالتالي انا بدي اجي من الزاويه هاي ادخل هون بالنيدل اوكي هاي بعض الاخطاء اللي بيعملها الطالبه اما زاويه الادخال او منطقه الادخال بتكون غلط عشان هيك في اثناء البريبريشن تاع البرج عندنا فين شكرا